السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف أداة بيحتاجها أي واحد شغال بـ AI Manager. الأداة دي عبارة عن إنها بتراقب الشبكة بحيث إن أي حد بيفتح الملف السنترال يفتحه على طول من غير ما يعمل لوكال، هيبقى معايا أعرف مين اللي شغال على الملف في نفس اللحظة. خلونا نفتح ملف، تمام. ده لغاية دلوقتي هو بيقول إن مفيش أي ملف، مفيش اي no work shared files are currently open، مفيش اي ملف مفتوح يكون فيه work shared. اول ما هيبدأ الملف يتفتح هيبدأ يظهر معايا هنا ان في ملف اتفتح. الاداة دي عبارة اسمها work sharing monitor for autodescript 2012. ده ظهر بيقول لي اليوزر اسمه عمر، بشوف الشركة عندي مين الناس اللي موجودة. ده فتح السنترال ما عملش لوكال، تمام. فدي الأداة دي بتساعدني إن أنا أعرف مين اللي شغال على الملف ومين اللي شغال لوكال ومين اللي شغال سنترال. ولو في أي ريكوست جالي بيظهر برضو هنا، ممكن يكون عندي كذا مشروع فهو يقول المشروع الفلاني في ريكوست جالك. ممكن ندخل الأوبشن ألاقي شوية أدوات مفيدة زي الأليرت يظهر لي إمتى، السنترال فايل أكسس. هنا بيعمل لي مراقبة للأداء، بيقول لي استخدام السي بي يو قد ايه، استخدام الميموري قد ايه. فهي في مجملها أداة كويسة جدا ولذيذة وهسهل عليها كتير، خصوصا ان في ناس كتير ممكن واحد يغلط ويفتح ملف سنترال بتحصل مشكلة وانا مش عارف مين اللي فاتح ملف سنترال. اتمنى تكون الأداة مفيدة. اخوكم عمر سليم صاحب مدونة ماهوس البيبي.